السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الناس اكيد غادي يعطشوا، غادي يوصل الفطور، غادي يهلكوا اجسامهم. يفطر بالماء، نعم تكلمنا في الحلقة السابقة على أهمية الماء، يفطر بثلاث جرعات فقط، يعني حتى كاس صغير، نعم ما يكونش بارد دائما دائما، يكونش بارد، يكون على حرارة عادية. يفطر على واحد الفنجان صغير، كأس صغير ديال الماء ولا ثلاثة الجرعات وينتظر، لأن الفطور فيه الماء، الحليب فيها الماء، الشاي فيه الماء، القهوة فيها الماء، يعني كل شيء فيه الماء، الفواكه فيهم الماء، الخضر فيهم الماء، يعني كاين الماء ديال الغذاء. يمكن أنا كنظن الناس كاين اللي كيشرب بكثرة في الفطور، لا خطأ، كتسد له الشهية، هذا هو نعم اللي خطأ كيقصد. خطأ، لأن الماء ثقيل، هذا الثقل النوعي ديالو، كنعرفوا أن لتر ديال الماء يزن كيلو، ولكن لتر ديال الأكل ما كيوزنش كيلو، لأن الماء أثقل من الأكل، ولذلك في المعدة الماء كيمشي أسفل، والماء والأكل كيطلع لفوق. شي علاش اللي الناس اللي كيشربوا اثناء الاكل، كيشربوا اثناء الاكل كيحسوا في حرج، المعده ديالهم كتمتلئ، كيحس بواحد المعده ديالهم مزيره، يعني هذا كاينه فرق، كتوقع في رمضان، كتوقع في رمضان. على الاقل انا اقول على الاقل يفطر الانسان براحته وما يكثرش الاكل في الفطور، وينتظر واحد نصف ساعه ولا اكثر من بعد الفطور ويشرب. علاش؟ لان غادي يكون خاد سوائل في الفطور، خاد عصير، خاد شاي، خاد سميتو، يكون كاع فطر بجرعات ديال الماء، ماشي مشكل. غادي يكون من بعد الفطور غادي يبدا الهضم ديالو، وغادي هذيك الساعه يشرب الماء، وملي غادي يشربوا بعد الاكل بنصف ساعه يكون احسن. علاش؟ هذيك الساعه علاش؟ لان ما خصوش يشربوا مع الاكل، لان احنا في علم التغذيه هذاك الماء مع الماكله كيرشح الانزيمات ديال المعده، كيرشحهم، يعني كيولي التركيز ديالهم خفيف، كيخفف الانزيمات، يعني ديلوسيون. ايوا هذه ما خصهمش الناس، خصهم يخليو هذوك الانزيمات مركزين في المعده، وبعد الاكل ملي تكون المعده بدات كتهضم وقربت تفرغ ممكن يشرب. ملي كيوصل الاكل معي ممكن يشرب الانسان، يعني ساعه بعد الاكل ممكن يشرب الماء ويشرب بكثره، ما عندوش مشكل يشرب بكثره. هذا في يعني في رمضان طول الليل، يعني ما بين الفطور والسحور اللي مسموح به هو الماء والسوائل، ما مسموحش بالاكل، خص الجسم يعني كالوريات، ما محتاجش اكل، محتاج غير السوائل، محتاج الماء ومحتاج السوائل، محتاج الفيتامينات، كنعرقوا وكنتمشوا. نعم اكيد. والله سبحانه وتعالى انه رغمنا نصوموا لانه حكم تكليفي، لانه فرض، وفي نفس الوقت منع علينا ناكلوا في الليل. كاين اللي غادي يقول تناقض، ماشي حاشا معاذ الله، ليس، بالعكس، هو ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، انه رغمنا نصوموا وما ناكلوش، الا قسمنا وما كيكون احسن. هذه يعني الامثل، هذه الحاجه، انما خلانا ناكلوا في اول ليل، يعني في اخر نهار اللي هو الفطور، وسمح لنا ناكلوا في اول نهار اللي اوله هو السحور. اما بيناتهم الخلايا كيكونوا نايمين، الجسم البرمجه ديالو كتكون مبرمجه على النوم، لان الله سبحانه وتعالى خلق النهار للمعاش، وخلق الليل للنوم، للسبات لتسكنوا فيه، والذي خلق لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله. هذه ابتغاء الفضل كيكون في النهار، يعني الحركه، وتسكنوا السكون كيكون في الليل، لان الانسان غادي ينام. علاش؟ لان الخلايا ديالو خاصها تنعس، خاصها توقف. النظام الامثل هو ياكلوا الناس في الفطور وفي السحور. بيناتهم يشربوا الماء، فواكه، يعني وجبتين. نعم وجبتين فقط، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتكلم على وجبتين، ما كيتكلمش على ثلاث وجبات. كاين الفطور والعشاء، ما كاينش عشاء في رمضان، قليل من الناس من يعرف هذه الحقيقه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيتكلم على الفطور والسحور، ما لا زالت امتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور، صلى الله عليه وسلم. اذا بين ذاك الوجبات يشربوا الماء، كاين الماء، كاين حتى يعني الاشياء البسيطه بحال الفواكه الطريه، التفاح، هذه كلها كتدخل فيها الماء، سميتو، نعم، لان اشياء فيها الماء. سؤالي هو، كاين الناس الان اللي كيعانيوا من السمنه وكيقولوا بان في رمضان غادي ينقص الوزن ديالهم الا طبعا كثروا من شرب الماء. هل الماء يعني طبعا كيمنع الشهيه؟ اكيد، الا بين الفطور والسحور شربوا الماء بكثره، نعم يشربوا علاش ما قدوا ويزيدوا، ما كاينش مشكل، يشربوا الماء بكثره بين الفطور والسحور، ما ياكلوش ليلا ان شاء الله، ويتحركوا في النهار ديالهم شويه، يتحركوا حركه شويه، يعني لازم حركه. ما لا اظن ان الناس اللي عندهم امراض مزمنه، حتى ارتفاع الضغط، حتى الكوليسترول، حتى الشحوم في الدم، ام شيء هكذا، يعني كنظن كان بعض الانسدادات كتوقع في الشرايين، يعني كتكونوا بعد الحصوات في الشرايين من جراء الهوموسيستين، مشكل الهوموسيستين اللي ممكن تزول بالماء، يعني ممكن تزول بالماء الا الناس خفوا الاكل ديالهم، لان هاد الناس اللي عندهم هاد الامراض ما خصهمش يتقل الدم ديالهم، خصو يكون ثقيل، خصو يكون جاري، خصو يكون الدم خفيف. ولذلك
لك الحاجه اللي كتخفف الدم هي النبات، الحاجه اللي كتقل الدم هي الحيوان. نعم. يعني بسيطه جدا بس الناس يفهموا، ماشي بالضروره يكونوا متخصصين عادي يعرفوا ما ياكلوا. ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وعلمه، خلقه لانه هو صعب الانسان انه يلتزم بعض النصائح، يمكن كتكون عادات سيئه ولفوها الناس. نعم اكيد اكيد. غير اعود دكتور، هل يعني الماء يريح الاعصاب بالنسبه للناس اللي كيعانيوا مثلا من الاكتئاب؟ من اكيد اكيد، مؤكد 100% 100%. الناس اللي عندهم، علاش؟ لان هناك بعض الشحنات ديال بعض التيارات اللي كتوقع على مستوى الخلايا الدماغ، وكاين بعض المرات كيكون نقص ديال السيروتونين وكيكون نقص ديال المغنيسيوم والفوسفور. ولذلك الاطباء ديما كيوصفوا المغنيسيوم، الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الارق، اللي عندهم توتر عصبي، اللي عندهم مثلا اشياء نوروتوني ولا اشياء، كيوصفوا المغنيسيوم والفوسفور حتى الكالسيوم. الكالسيوم يدخل في هذه الاشياء، السيروتونين، عليه السيروتونين ما كايناش، هي كاينه طبيعيا، يعني كاينه في الشعير، كاينه في الدجاج البلدي، كاينه في البيض البلدي، كاينه في الحوت، كاينه في القطاني، كاينه موجوده السيروتونين، ما ناقصاش. ثم لماذا الماء؟ لان الماء ما كيخليش هذه الاشياء اللي كتجمع في الخلايا وكتزعجها، كتزعج الخلايا الدماغيه. يعني الماء كيغسل هذه الاشياء، والماء كيمشي للخلايا ديال الدماغ مع الدم، كيمشي. علاش؟ لان الدم كيوصل الطاقه للخلايا ديال الدماغ اللي هو الجلوكوز، وكيوصل الاملاح المعدنيه، وكيوصل الفيتامينات لهذه الخلايا هذه، ويعني حتى الفوسفوليبيدات، لان يعني كتخدم هذه الخلايا عندها الغشاء ديالها فوسفوليبيد. فشرب الماء كيغسل هذه الخلايا، كيزول هذيك المنتوجات اللي كتكون تم، اللي هي منتوجات كدير واحد الشحن، الشحنه اللي داخل في الخلايا اللي كيزولها الماء اولا. نعم يعني. اولا كيبطل المفعول ديال هذه التيارات اللي كتكون داخل الشحنه اللي كنسميو لي ديشارج، كيبطلها الماء، كيبطلها، لان الماء الى شتي مع التيار هو راه موصل كهربائي اذا كانوا في املاح. الا ما كانوش في املاح هو ليس موصل كهربائي هذا. ولذلك هو هذه الموصلات اللي نورو ترانسميتر اللي كيكونوا في الخلايا ديال الدماغ، هو الماء يعني كيسوي النشاط ديالهم. وطبعا واكيد الناس اللي عندهم امراض ديال الجهاز العصبي خصهم يشربوا ماء بكثره، والاستحمام ماء. ونعم، والاستحمام، والاستحمام بالمغنيسيوم، يديروا حمام ديال المغنيسيوم. علاش؟ لان الان كاين مغنيسيوم كيتباع، ملح ديال المغنيسيوم، نعم، كيدير واحد الملعقه كبيره في الحمام ديالو، وكيبقى فيها واحد خمس دقائق، يعني وهذاك المغنيسيوم كينشط هذيك الخلايا. طبعا كيخليك تسترخي طبعا، يعني اكيد. وهو اللي كاين في الحمامات اللي كيمشيو يعموا فيها الناس، هذو اللي كيستحموا فيها الناس، اللي كاين حمامات جيده، اللي كيمشي على الامراض الجلديه، ولكن حتى الجهاز العصبي، الناس ياخذوا حمامات. هذه مياه غنيه بالاملاح المعدنيه اللي من جملتها المغنيسيوم.